السيد عندما يقول كلمة واحدة، وإذا بهذه الجموع المليونية تأتي من البصرة ومن الشمال ومن الشرق ومن الغرب، فهذا نصر من الله وفتح حقيقة. هذا العراق الأصيل الذي حضر إلى هذه الصلاة الجمعة التي توحد كلمة العراق وتجعل كلمته هي العليا، وترهب أعداء الله وأعداء الدين، لأنها شوكة في عين الاستعمار عامة وإسرائيل خاصة.